رجعنا لكم من تاني، وحشتونا جدا جدا جدا. الفقرة دي مميزة خالص، يعني دكتورة أماني هتبقى معانا من الفقرة دي، هنتكلم بقى عن التغذية، مش بس التغذية والحالة النفسية اللي هو ملعبي، ومش أنا اللي هتكلم المرة دي، أنا جايب ضيفة يعني هبهدلها في الأسئلة إن شاء الله. فإن شاء الله القعدة المرة دي تكون خفيفة على قلبكم. هرحب بضيوفي الأول، هنخش في الموضوع على طول علشان تقريبا الأكل سخن وأنا جعت. هرحب الأول بالدكتورة أماني أحمد، أخصائية التغذية العلاجية، ودكتورة ولاء عادل، أخصائية نفسية ومعالج سلوكي وخبيرة استشارات أسرية. فالحلقة دي هتبقى دسمة 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 في الأكل ودسمة في الأسئلة. في الأول يعني أنا مش عارف أسأل مين فيهم، بس يعني ربنا يسهل. يعني هنبدأ القعدة بتاعتنا، توكلنا على الله. في الأول أنا عايز يعني ممكن أبدأ السؤال مثلا مع الدكتورة أماني. السمنة اللي الناس بتشتكي منها سواء رجالة أو ستات، ويمكن في الحلقة اللي فاتت كان في سؤال كده انا سالته وهي ما جاوبتهوش لحد دلوقتي، اللي هو الرجاله اللي عندها كرش بتلعب رياضه حافظه من فوق بس بايظه من تحت. فممكن نبدا كده الحلقه بالسؤال ده ونسمي الله، يعني ونشوف الحلقه هتودينا فين، وعلاقته برضو بالحاله النفسيه. الدكتوره وراء هتسخن معانا، اتفضلي. المره اللي فاتت كان نفسي اجاوب على السؤال ده، هو سؤال سهل جدا وحله سهل جدا. انا هتكلم بالنسبه للرجاله اللي بتلعب فعلا جيم وبتعمل بادي بيلدينج وبتعمل عضلات وبتلاقي نفسها طلع لها كرش. المشكله عندنا هنا النهارده بتبقى في السعرات. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا الجسم بيبقى عمود فقري وبعدين اعضاء وبعدين عضلات وبعدين دهون. فانا لما باجي ابني العضلات عندي بتزيد وبتتطور جدا بدون ما اخد السعرات المناسبه اللي تنزل لي دهون البطن. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ العضلات بتزيد والبطن بتعلى من قدام لان ما خدناش منها الدهون اللي المفروض ناخدها. تمام. طيب دكتور انا عايزه اسال حضرتك سؤال. بنشوف كده على الفيسبوك بيقول لك مثلا هنخس 15 كيلو في 10 ايام. عايزه اعرف من حضرتك ايه الوزن المثالي انه المفروض احنا ننزل كل اسبوع قد ايه، وهل ده بيبقى هيلثي ولا لا؟ انه انا انزل مثلا 10 كيلو في اول 10 ايام وبعدين ابتدي احس ان انا لا وزني خلاص ما ثابت، او اول ما بطل ارجع اكل تاني او بطل دايت الاقي ان انا تخنت ال 10 كيلو يمكن اكتر؟ سؤالك حلو جدا يا ندى. اول حاجه النزول السريع ده اخطر حاجه في الدنيا. انا هتكلم على نقطه مهمه علشان بس ايه ما نتخطاهاش. الدهون عباره عن ايه يا ندى؟ الدهون عبارة عن مواد ضارة أهمها الزئبق. طيب لما أنا بعمل ريجيم سريع إيه اللي بيحصل؟ باخد أول 5 أيام مية ومعادن فبنزل بسرعة جدا، أو أول أسبوع مية ومعادن فبنزل بسرعة جدا أول أسبوع، فباخدش بالوزن ده قوي، ما بعتدش بيه قوي لأن ده غالبا بيبقى مية ومعادن. الاسبوع اللي بعديه بتبتدي النسبه تقل شويه. في ناس بقى بتبتدي تاخد انظمه غذائيه خاطئه فبتخليها تنزل 5 كيلو كمان الاسبوع اللي بعديه. هي طيب تمام، هنشوف هي خسرت ايه. خسرت كتله عضليه. طب بعد ما خسرت الكتله العضليه ايه اللي حصل؟ الحرق عندها بقى بطيء جدا. بعد ما الحرق بقى بطيء عندها هي هتبتدي بقى الاسبوع اللي بعديه بتخسر شويه دهون. طيب الدهون دي بتروح فين؟ لازم سرعه نزول الدهون من جسمي تتوافق مع سرعة نزول المواد الضارة من جسمي. بمعنى ايه؟ بالظبط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السموم اللي بتنزلها الغدة الدهنية في جسمي بتاخد وقت عبال ما بتخرج من جسمي. ما ينفعش ان انا اخسر وزني بطريقة سريعة لان السموم مش هتخرج من جسمي. السموم موجودة، احنا عمالين نخسر مية وعضلات، مية وعضلات ومعادن، السموم موجودة في جسمي. طب طيب الحل ايه في الوقت ده؟ الحل ان انا الجأ لحد متخصص. مفيش حاجة اسمها فيسبوك، مفيش حاجة اسمها جروبات على الفيسبوك، مفيش حاجة اسمها جروبات على الواتساب، مفيش الكلام ده خالص. الحل ان انا اروح لحد متخصص ينظم لي السعرات. وعشان تقولي لي كم كيلو انزله في الاسبوع، انا من نص كيلو لكيلو بقولك ممتاز في الاسبوع. انا عايزاكي تخسي ببطء عشان السموم تخرج من جسمنا بطريقه صحيه ما تسببليش يعني برنامج، يعني مش اللي هو انا عايز اخس بسرعه. طب ما تخس بالراحه وتثبت جسمك وما تتعبش. بالظبط، يعني ما تضرش نفسك فعلا. لازم يعني حد يتخطى. نرجع بقى للحاله النفسيه في الحته دي. لما يكون واحد تخين او رفيع، عندنا في الاكتئاب عاده دي عرض من 2، يا اما ياكل كتير يا ما ياكلش، فيخس يتخن.
فالحاله النفسيه بتفرق ايه في التخسيس؟ يعني رايك لو حد جالك وبيشتكي ان هو تخين وزعلان من شكل جسمه او رفيع وزعلان من شكل جسمه، ممكن نتعامل معاه ازاي او انصحه بايه بحيث الحاله النفسيه ما تضروش اكتر او تاثر على وزنه؟ بص، هو مبدئيا ان العلاقه بين الحاله النفسيه والرجيم او السمنه والوزن الزياده والاكتئاب هي علاقه وطيده، حلقه استحاله يكونوا مفرغين مع بعض. في اكتئاب في سمنه، في سمنه في اكتئاب، حتى ادويه السمنه ليها علاقه بالاكتئاب. ادويه كتير جدا من ادويه السمنه بتسبب اكتئاب، ادويه كتير جدا من ادويه الاكتئاب بتزود فرط الشهيه وبتزود رغبه في الاكل. في الاول يعني القصه كلها هي اداره المشاعر ومعرفه السلوك المشكل او المشاعر المسببه الازمه دي. يعني هو مثلا زعلان قوي وشايف فرحان نفسه قوي سعيد قوي. في ناس هي بالنسبه لهم اداره مشاعرهم هي معدتهم، بيعبروا عن مشاعرهم. كل ما نبقى متضايقين نفضل ناكل. في ناس كده، في ناس لما بتبقى بتفكر التوتر القلق كل ده، انت نظرتك لنفسك انت مجرد ما بتزيدي شويه. عايزين وانت بتتكلمي، سوري على المقاطعه، بس يا ترى الشيف المكونات اللي بتعملها عايزين نشوفها على الشاشه علشان الناس برضو اللي متابعنا تعرف الشيف بتحضر لنا ايه يا جماعه. يا ريت المكونات تنزل والدكتوره رأت كمان. فكره ان انت بتزيدي 2 كيلو او 3 كيلو او 5 كيلو وانت حاسه ان انت بتزيديهم، ممكن ده يسبب لك اكتئاب وتوتر. فده يساعدك مش انك تنزلي، يعني نوعيات من الناس ده يساعدها انها تزيد اكتر. انا اوريدي كده كده خلاص زدت، اوريدي كده كده وزني مش مظبوط، بدخل في مود اكتئاب، اكل اكتر، اكتئب اكتر، اتوتر اكتر. فهي علاقه وطيده جدا. يعني لازم نعلمه يكسر السيركل دي. بص، هو لازم يتعلم، هو لازم يتعلم اولا. هي يعني انا بشوف ان في علاقه بين العلاج النفسي للسمنه وانظمه الرجيم. يعني انا ما ينفعش من ده من غير ده. يعني هو جالك العياده تخين وبيقول لك انا ماشي على نظام غذائي، ايه اللي ممكن نقول له؟ طبعا الدعم النفسي، ولازم الاول اعرف ايه سبب الافكار السلبيه اللي موصلاه ان هو ياكل زياده. هل هي مثلا اضطرابات اكل، فرط الشهيه القهري، فرط الشهيه الحسي، في اسباب كتير، في انواع كتير من الاضطرابات. السمنه اصلا يعني ايه سبب السمنه؟ هل هي افكار؟ هل هو صغير كان عنده ازمه مثلا؟ هل طالع كطفل؟ ما في اطفال عندهم سمنه. بمناسبه الاطفال يا دكتور، عايزه اعرف من حضرتك دلوقتي في التنمر اللي كل الناس دلوقتي بتتكلم عليه بالذات الاطفال، الطفل بيدخل المدرسه بيلاقي صحابه بيعلقوا على وزنه، ممكن الام نفسها نفسيتها تتعب من كتر ما الناس حواليها بيعلقوا على وزن الطفل. ممكن ازاي الام تتعامل مع ابنها انه وهو بيعمل نظام غذائي تديله ثقه في نفسه انه ما يكونش ده مؤثر على نفسيته بشكل كبير؟ طيب انا هتكلم الاول على ايه ممكن يوصل طفلي ان هو يبقى عنده سمنه. تمام. لو الامر مش عضوي ومشاكل غدد وهرمونات واي ازمات تانية او ادويه بياخدها مسببه ده، فاحنا عندنا ثقافه في مصر هي التعبير، الام بتعبر عن مشاعرها، هم علموها كده بالاكل، ان انت ماما شاطره بتحبيه اكليه حلوه قوي، يعني انت طول ما انت بتاكليه فانت تمام. لا طبعا الثقافه دي بتبوظ الدنيا، واعتقد ان احنا بدانا شويه الماميز الجداد عارفين اطفالهم محتاجين ايه، لكن قبل كده او في نوعيات من الامهات بيعبروا عن مشاعرهم وعن امومتهم بان هم طول الوقت المعلقه والطبق، يعني ممكن تلاقيها في النادي ماشيه ورا بالعلبه واللانش بوكس وعماله تاكل ابنها. طبعا ده لا، في حاجه تانية، الثواب والعقاب، لما نربطه لما تعمل هتجيب لك شوكليت، او طول الوقت هو بيعيط او شبطان في حاجه طب اسكت وانا اديك، فيبقى برضو التعبير عن الحب، التعبير عن العقاب والثواب بالشوكليت او الحلويات، كل ده طبعا بيدمره نفسيا. لازم الطفل اللي عنده يعني الاطفال اللي عندهم سكر والاطفال اللي عندهم سمنه والاطفال اللي عندهم مشاكل بشكل عام، لازم طبعا تعامل نفسي وسبورت نفسي سواء الام او يبقى يتدخل متخصص يساعدها ازاي تحل المشكله. طيب عايز اسال الشيف علشان الدكتوره اماني وصلت، يا شيف جاهزه؟ انت قلت لنا عامله ايه النهارده او هتعملي ايه النهارده عشان دكتوره اماني يعني خبيره التغذيه تقول لك ايه المكونات دي، يعني احنا هنستفيد منها ازاي او ايه الفوائد بتاعتها؟ ثواني، احنا عاملين يا ريت برضو لو المقادير تنزل تاني على الشاشه عشان الناس تشوفها. اقولهم من المقادير ولا قولي لنا انت عامله ايه النهارده؟ عامله كيكه موز صحيه، المقادير برضو لو الناس عايزه تعرف. بدقيق الشوفان بالعسل، بس ما حطيناش العسل جوه الكيكس، هنحط العسل بره على الكيكس. كيكه تاكل بيه مركزه بالموز. عملنا الكينوا وعملنا طبق سلطه قبل الكينوا، معلش عملنا طبق السلطه. طبق السلطه بتاعنا مكون من فراخ عملناها ستير فرايد على الطاسه، كانت واخده مارينيشن، كانت واخده التتبيله بتاعتها، بس عشان الناس تبقى فاهماني، عشان التتبيله بتاعتها كانت زيت سمسم، عصير ليمون،
كانت صويا صوص غامقه، وليه بنختار الصويا صوص الغامقه عن الصويا صوص الفاتحه؟ عشان خاطر الغامقه لو صوديوم، الملح فيها اقل من من اللايت، فانا بستخدم هنا الصويا صوص. انت خبير التغذيه وشيف في نفس الوقت كده تقطعي عليه. لا كل بقايه ماشي. وتوم مفروم وجنزبيل مفروم، ده كده اللي هو التتبيله اللي اتقعدت فيها. المفروض ان هي تقعد وقت قد ايه؟ بتقعد بالظبط بالظبط ساعتين، ما بزودش. في اللي هو ايه بقى؟ واحده هكمل بس الدريسنج بتاع السلطه عشان نقفل طبق السلطه. براحتك انا مش مستعجل يعني. لا الدريسنج بتاع السلطه من زيت الفول السوداني ومن زيت الزيتون وبرده صويا صوص وعصير ليمون وعسل نحل وبودر الثوم وبذور كتان مطحونه، وحطينا هنا كرنب ابيض السلطه بقى في تحت خس كابوتشا، وبعدين الفراخ في النص. طبق سلطه نموذجي يعني. نموذجي اكتر من حياتي. وبعدين كرنب ابيض وكرنب احمر وجزر وكرفس وفاصوليا خضراء ان شاء الله، وحطينا عليها الدريسنج وحطينا الجارنيش بتاعنا. انت بذور كل الحاجات دي عشان بذور كتان. عايزه اشكرك جدا على المكونات اللي انت بتقوليها كلها يعني. هو طيب. انت مجمعاهم يعني كوجبات صحية. انت قصدها صح؟ انا قصدها، لان انت جمعتي في كل طبق نفس العناصر في الطبق التاني. بالظبط. ان انا ليا هدف بقى تاني غير التجميع الصحية، ان ست البيت النهاردة لما بتقول انا هجيب حاجة انا مش هستخدمها يعني في ايتم واحد في صنف واحد، لا انت ممكن تطلعي بيها كذا صنف. ممكن يعني انت ما تحسيش ان انت يعني الفاصوليا ممكن استخدم الفاصوليا، ممكن استخدم البروكلي، ممكن استخدم الاسباراجوس، كل واحد وحسب قدرته. بس الفاصوليا انا لما جبتها استخدمتها في السلطه واستخدمتها في المين كورس. طيب انا عايزه اقول لك ان انت عملتي حاجه جميله جدا، انت جمعتي عناصر متشابهه هتديني معادن وفيتامينات تقريبا انا مش هحتاج طول النهار اخد فيتامينات تاني. اولا انت جايبه تقريبا لحم بقري صح؟ ده لا لسه ما كملناش بقى على المين كورس. ايوه انا لسه على المين ديش. بس اشرح بس نقطه صغيره بعد اذن حضرتك. اللحم البقري ده اللي انا جايباه، جايبه حته لحمه اسمها فلانك ستيك او الجنب، اسمها عند الجزار ايه؟ اسمها هبره البطن. الحته دي بتبقى رقيقه جدا. الحته دي مكانها فين بس؟ عشان خاطر الجزار بيقعد لابط ويرازل علينا واحنا بنشتري منه. فانا بقول له ان حته اللحمه دي انا بوصف له مكانها، لازم الناس تبقى فاهمه مكانها. مكانها تحت بيت الكلاوي وورا الدروع القصيره. بتبقى حته شبه مستطيل او شكل شبه منحرف وبتبقى رقيقه جدا. ولحمة احمر خالص بتستوي بسرعه زي ما انا سويتها هنا قدامكم في قلب البرنامج عشان تعرفوا انها بتستشهد. الناس تتاكد تبقى صادقه ان هي فعلا بتستوي بسرعه. بتستوي بسرعه مش بتاخد وقت. هي يا تتشوي يا تتعمل يا تتعمل ستير فراي. بجد حقيقي جدا انا بحييكي عليها، لان انت جمعتي اولا انا بعد اذنك هقول العناصر اللي انت مجمعاها دي فيها اهم عناصر انا محتاجاها فيها الحديد، فيها الحديد، المنجنيز، البوتاسيوم، الكالسيوم. جايبه الليدي بتاعه الخضروات اللي هي الفاصوليا، انا مسميها الليدي بتاعه الخضروات. الحاجات دي ما تتخنش طيب؟ لا خالص. انت مجمعه طبعا. انا مجمعه النهارده وجبه سعراتها الحراريه قليله جدا. حتى طبق السلطه انت حاطه، انا شايفه الجزر اللي يعني انا دايما بفضل احط الطماطم ما احطش الجزر، ما بستخدمش الجزر، بس انا شايفه ان هي حاطه الجزر بشراه يعني واخده تقريبا ربع جزرايه. دي نص جزره فعلا، دي نص جزره. جزره يعني متوسطه الحجم، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. دي نص جزره ممكن تتبشر، ممكن لو حد يعرف يقطع جوليان هيقطع جوليان، بس هي ممكن تتحط مبشوره. انت كمان استخدمتي قلتي زيوت صحيه جدا اللي هو زيت الزيتون وزيت السمسم. مميزات زيت السمسم. الموز انا هتكلم هتطرق ليها دلوقتي، بس انا عايزه اقول ملحوظه مهمه جدا. هي استخدمت زيت السمسم. زيت السمسم ده من الزيوت الاحاديه المهمه جدا جدا اللي الناس بتعمل استخدامها، وخصوصا الناس اللي بتتعالج بالاشعاع ومرضى ومرضى الكيماوي اللي بتاخد زيت السمسم. يا جماعه زيت السمسم مهم جدا. فايده ايه بقى نستخدمه في الاكل؟ اولا الاكل العادي ولا يتحط ده يستخدم عليه؟ هو اولا يعني من الزيوت الثقيله اللي بتتحمل درجه حراره عاليه. الزيوت دي ومن غير ما يفرز اي مواد ضاره، يعني ده انا بستخدمه بامان على النار العاليه في الفرن فوق اي حاجه من غير ما يفرز مواد ضاره. فزيت السمسم ده ممتاز جدا جدا. ليه؟ لانه كمان في ماده بتكافح الشوارد الحره او الخلايا الحرة. يعني زيت السمسم من الحاجات المفيدة جدا جدا للكبار الصغيرين. كمان بالنسبة للدكتورة ولاء، زيت السمسم هو مهدئ للأعصاب. طيب يعني شديد هرجع جداً. بسؤال أخير للدكتورة ولاء في دقيقة، قولي لي الست الحامل نفسيتها هنتعامل معها ازاي ونختم بده الحلقة.
هي الست الحامل لازم تبقى فاهمه انها في رحله، في مرحله مهمه جدا ومرحله لطيفه ومش مرحله مزعجه ليها. لازم تبقى فاهمه ان جواها روح، والروح دي هي كل كيلو او كل وزن زياده بتزيده هو زياده في ابنها. يعني فكره ان انا ابقى مكتئبه من وزني، مرتفعه من وزني زياده، ويجيب لي اكتئاب في الحمل، لا، ده غلط. لازم تبقي مستمتعه بالمرحله، مستمتعه بفكره الحمل. حتى جوزها لازم يبقى بيساندها ويعمل لها سبورت، لان هو مرايتها، هي بتشوف جمالها وشكلها من خلاله. الراجل اللي بينور مراته طول الوقت يقول لها انت حلوه، انت جميله، انا شايف الجميله، بيفرق طبعا في ملامحها، في نفسيتها، في حالتها النفسيه، والعكس طبعا تماما. فكره انت كعبرتي ومناخيرك كبرت دي برضو لازم نبطلها، انت حامل في ولد فشكلك وحش. مستحمله يعني. لازم. عموما يعني يا رب تكون القعده بتاعت النهارده عجبتكم، لان طبعا في اعداد جايه ان شاء الله، الحلقه الجايه الاسبوع اللي جاي. بشكر دكتوره وراء، بشكر دكتوره اماني، بشكر الشيف اللي نورتنا بالاكل الجميل ده. يا ريت حتى نوري المشاهدين الاكل بسرعه، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي. قعده الدكاتره، السلام عليكم.